قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب. التفت جيدا، طبق هذا المعنى على الزمان الذي نحن فيه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء. هذه هي الحوزة، هذا هو التراث، هذه هي العمائم، هذا هو الذي تنبأ به وقال به أمير المؤمنين سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقهاء ذلك الزمان، فقهاء هذا الزمان الذي نحن فيه، يقول أمير المؤمنين: فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. فكيف لا يكون هذا هو الموطن الأصلي والمستحسن والمرغوب للشيطان، لإبليس ولشياطينه؟ طبعا يكون موطن إبليس في هذا المقام، في هذا المكان، في هذه الحوزة، في هذا التراث، عند هذه العمائم، في هذه العمائم. المهندس الصرخي الحسني.